هل هنالك معطيات، مؤشرات، معلومات، استدلالات انه العراق بدا ينتج؟ وفق التعميم اللي عممناه الى كافه اقسام اللي عندنا في بغداد والمحافظات وايضا الى الاجهزه الامنيه الاخرى خصوصا مديريه الامن جهاز الامن الوطني، كلها اثمرت الى جواب واحد وهو انه عدم وجود في العراق الحمد لله وشكره لا انتاج ولا زراعه. لا انتاج ولا موضوع. يكون يعني استاذ نجم حتى تكون بصوره، يعني انا احد الايام جاني اخبار انه هناك ماده شجيره تقوم بانتاج المخدرات، نوع من زراعه المخدرات في بعض المناطق بغداد. قالوا الخشخاش. لا نبته الداتور. فتوجهت الى منطقه الكراده خلف مستشفى الراهبات. اتضح انه هذه النبته يعني تطاير مع الهواء وين ما يكون موجود مكان رطب. فتخرج هذه النبته خروج يعني لا يعني مو بزراعه من قبل اشخاص محددين. فكانت منتشره في بعض الارصفه الموجوده في منطقه الكراده، قمنا بقلعها واخذنا القرار المناسب. هي طالعه لوحتها من الله؟ نعم. هي عايزه؟ هي ماده الداتور طبعا هي ماده سميه وليس مخدرات يعني حتى تكون بصوره. لكن من خلال اشخاص اللي عندهم باع طويل في انتاج هذه المواد يستخلصون من هذه النبته تدخل في صناعه بعض المواد المخدرة من خلال استخراج هذه المواد من هذه الشجرة.